السلام عليكم. مينازان كونيتشوا. اهلا بكم في قناه حياتي في اليابان. انا مصريه ومتجوزه من ياباني وعايشين هنا في اليابان وبنقدم فيديوهات مختلفه عن اليابان. الفيديو النهارده مختلف شويه. اتطلب مني ان انا اقدم فقره او اقدم اسئله وحاجات عن اليابان، وهنبتدي بقى النهارده ان شاء الله ونشوف معانا ايه. هبتدي باول سؤال متابعه سالته، وقالت اول سؤال ليا اني عرفت اتعلم ياباني ازاي وخد مني قد ايه وقت. السؤال دون اجابته طويله قوي وليه حكايات كتير، معلش يمكن اطول عليك في الاجابه. انا اول ما جيت اليابان او قبل ما اجي ما كنتش بعرف ياباني، يعني كنت بعرف مثلا الحاجات البسيطه من الانمي اللي انا كنت بشوفها عشان انا بحب الانمي جدا، فكنت بعرف حاجات بسيطه قوي، يعني مثلا اريجاتو جاماتاني مش عارف الحاجات اللي هي البسيطه اللي بنسمعها في الانمي دي، وعرفت منه شويه كلمات برضه بسيطه، حاجات كده كنا بنتكلم مثلا كان بيقولها لي. بس لما جيت اليابان ما كنتش بعرف ياباني خالص، ما كنتش حتى ممكن ان افهم لغتهم، فكنت طبعا طريقه كلامنا كله بالانجليزي. فبعد كده بعد ما جيت اليابان قررت طبعا ان انا اتعلم ياباني عشان العالم كله هنا بيتكلموا بالياباني وانا مش فاهمه حاجه خالص، وان انا عايزه اتعامل مع اهله واتكلم معهم اكتر واتعامل مع العالم الخارجي، ان انا اخرج وازاي ان انا اشتري منهم واتعامل الحاجات دي كلها. فكانت اول قرار ليا كنت في رمضان، وفي هنا في اليابان حاجه اسمها فولنتير سكول، دي بتبقى عباره عن زي مدرسه صغيره، هي مش مدرسه، بيبقى عباره عن زي فصل كده، بيبقوا متطوعين مدرسين متطوعين بيجي يعلموا الاجانب اللغه اليابانيه، وده طبعا بيبقى ببلاش. فقلت اما اجرب ان انا اتعلم الياباني في اللي هو فولنتير سكول دون قبل ما ادخل مدرسه وادفع فيها فلوس كتير يعني. فكان اول مره كنت رحت في رمضان انا وهو، فطلع ان اليوم دون كان واخدين اجازه عشان كان تنبتا دانس فما كناش نعرف ان هو كان يوم اجازه، وفضل يرقصوا من يوميها ومش عارف ايه وكده، بيدربوا على الرقص. تاني اسبوع او تاني مره روحتها طبعا عملوا لي كارنيه وكده ان انا ادخل بيه، وبعد كده جه مدرس طبعا عشان انا ما كنتش اعرف اتعامل ياباني خالص، وكمان ما اعرفش اروح لوحدي، فكان زوجي معايا، فقعدنا انا وهو ومعانا مدرس. وهو بصراحه يعني انا قلت لهم ان انا مستويه صفر، يعني انا ما اعرفش حاجه خالص، حتى الحروف ما كنتش لسه اتعلمتها، وعرفتهم كده عشان يفيدوا معايا من اول الحروف او من اول الصفر. بس بصراحه المدرس اللي كان معايا ما اعرفش هو حظي بقى سبحان الله، كان شكله ان هو مش عايز يدرس لي بان ولا ايه، ففضل ان هو قاعد وجاب كتاب كان كله عباره عن ياباني في ياباني ومحادثات، يعني حتى ما فيش حروف، ما فيش حاجات اللي هي البسيطه اللي انا اتعلم منها، لا ابتدى كده بمحادثات وحاجات غريبه. فانا بصيت لي كده اتخضيت، قلت انا ما بعرفش حاجه خالص. المهم فضل كده، فبعدين زوجي قال طب ما فيش حاجه مثلا انجليزي قدامها مثلا ياباني، يعني حاجه مترجمه بالانجليزي او بتفهمني بالانجليزي، قال له لا ما فيش. المهم فزوجي راح جاب كتاب فيه بعض الرسومات زي مثلا إيه بطاطا اسمها ايه بالياباني مش عارفه ايه، فضل ان هو يعلمني عقبال ما فتره الدراسه دي تخلص او فتره الحصه تخلص، تقريبا كانت ساعه ونص او ساعتين حاجه زي كده. المهم ان احنا خلصناها، وبعد كده قلت له هنقعد نشرحها تاني. وده كان اخر اول واخر يوم ليا ان انا اروح في مدرسه تطوعيه. هو يمكن مش العيب من المدرسه، يمكن العيب من المدرس ذات نفسه، عشان انا كنت ببص حواليا كان في مدرسين بيعلموا الاجانب، او شفت واحده بتتعلم اللي هي من اول الحروف، يعني انا يعني هي مثلا مستواها ممكن يكون زي بتعلم من اول حروف، وكانت بتعلمها، بس هو ما ابتداش معايا ان هو يعلمني الحروف. ده كانت اول مره قررت فيها ان اتعلم الياباني. بعد كده بصراحه خدت فكره او ان انا حاسه ان اتضايقت شويه من الموضوع دون، وبعد كده بقيت ادور ان انا عايزه اروح مدرسه، بس التكلفه كانت كبيره قوي، وبعدين ان انا اروح لوحدي ما اعرفش طبعا القطر ده رايح فين، ما بعرفش لسه ان انا اتكلم او ان انا حتى اقرا اللافته او ان انا اسمع الكلام، فكان صعب ان انا اروح لوحدي مدينه تانية عشان اخد فيها الدروس. ففضلت بقى يعني ايه اتخليت شويه على الموضوع ان انا اتعلم اللغه اليابانيه ده ركنته،
وكنت مشغولة بقى ان احنا ننتقل في بيتنا بعيد عن بيت والدته، فاتشغلت في الموضوع ده. وبعد كده لما اتنقلت بقى بعدها بشوية جت كان في جارتنا واحدة يعني أجنبية وكده، وبدأت ان احنا نتكلم مع بعض، فشجعتني او انا اتشجعت لقيتها ان هي اشتغلت. طبعا انا حبيت ان انا اشتغل، فلقيت ان انا طبعا عشان اشتغل لازم اكون اعرف لغة يابانية كويس جدا، وانا طبعا ما كنتش اعرف لسه اللغة خالص، يعني حاجات بسيطة. او كل مرة طبعا بتزيد اللغة بوجود ان انا موجودة في اليابان، بس مش ان انا اعرف ان انا اتعامل لوحدي. فقررت من ساعتها ان انا ابتدي اتعلم اللغه اليابانيه تاني، او ان انا ابدا فعلا اتعلم اللغه اليابانيه. وده كان برضك في رمضان اللي بعده، وابتديت ان انا مع نفسي اشوف وكده، فابتديت ان انا مع نفسي ابحث عن كتب تعلمني. بس هنا في اليابان معظم الكتب اليابانيه بتعلم بس بالياباني، يعني مفيش مثلا كلمه قدامها كلمه انجليزي او الشرح بالانجليزي، لا ده كله بالياباني. فكان صعب ان انا اشتري كتاب واتعلم منه، او اجيب كتاب من هنا اتعلم منه اللغه. فبقيت ابحث، دخلت عن طريق النت، طبعا لقيت ان اللغه العربيه او مفيش مصادر عربيه تعلمني اللغه، فبقيت ادور في المصادر الاجنبيه. وفعلا بقيت ان انا اجمع وان انا اذاكر، وذاكرت شويه. بعد كده قررنا ان احنا نروح مدرسه سكول سكول ما سقوط سايق ده أنا. فبيقول إنها كانت أسوأ، فعلا كان يوم وحش جدا. أنا أصلا قررت إن أنا أروح المدرسة دي. أنا بعد ما اتعلمت إن شوية، فبعدين قلنا بقى نروح أروح اللي هو أتعلم في المدرسة، مع إنها كانت تكلفتها كبيرة جدا، كانت تقريبا 200,000 في 3 شهور تعليم لسه اللي هو المبتدئين. 200,000 3 months كمان. كانت غالية، بس قلت مش مهم عشان اتعلم في 3 شهور. 200,000 كان كتير برضو. المهم قررت كده ان انا اروح واعمل له اختبار انترفيو. وعملت مقابلة معايا. طبعا هي احنا اول ما دخلنا لقينا، انا فكرت بقى هي مدرسة على مستوى وكده، ولقيت انه عبارة عن شقة وعبارة عن اوض جنب بعضها بالظبط، وكانت الحصص شغاله. انا مش عارفه اقول ايه، بس كانت حصص. ولقيت ان هم طبعا اجانب، معظم تقريبا صينيين وكوريين كده، وكانوا بقى لقيت ان ده الفصل ده شغال وصوت عالي، والفصل كلهم صوتهم عالي، كان نويز هناك. ما وبعدين انا استغربت اول حاجه، ما حسيتش ان انا ارتحت للمكان، حسيت ان هو ضيق وعلى مش عارفه، ما ارتحتش للمكان. وخدتني بقى اللي هو يعملوا انترفيو، تجاوب بس بجاوب بقى يعني ايه السؤال على قد الاجابه، يعني مش اقولها مثلا يعني مثلا حلمك ايه، انا اقولها ده انا حلمي ان انا ابقى كذا او ان انا اعمل كذا، لا اقولها مثلا الحلم بتاعي على طول بس. فبقيت اجاوب اللي هو السؤال المختصر المفيد يعني. فقالت ان انا هبتدي من المستوى الصفر تاني من اول وجديد. فطبعا انا كنت راح اساسا ان انا عديت المستوى الاولاني اللي هو يعني المستوى الخامس، بس انا كنت ذاكرته وذاكرت كمان في الرابع، يعني انا كنت يعني عارفه كانجي كويس، ان هو الكانجي بتاع المستوى الخامس كله كنت عارفاه الحمد لله، وعارفه كمان المستوى الرابع، وكنت ذاكرت قواعد وكنت ذاكرت كلمات، وكنت الحمد لله ان انا جمعت المستوى الخامس كله. فلقيت ان هي رجعتني ان انا ابتدي من اول وجديد، فدي كانت صدمة. غير طبعا ان انا طول الطريق كله كنت بعيط، وده يمكن اليوم اللي انا اكتر يوم عيطت فيه في اليابان فعلا، وضايقت قوي جدا يعني، مش قوي بس جدا. بعد كده قلت خلاص انا مش متعلمة اللغة اليابانية، مش مهم، اللي عايز يكلمني يكلمني انجليزي. يعني حتى خدت الموضوع بعصبية. بعد كده لقيت لما هديت، فزوج قال لي انت لازم تاخدي طارق. هو كان عايز يشجعني ان انا اتعلم مع نفسي بقى، وان انا فعلا اروح الاختبار واخد اعدي المستوى، مش المستوى الخامس بس، انا هعدي المستوى الرابع. وفعلا ان انا كنت زي ما اكون بتحداهم، او ان انا كنت بثبت نفسي ان انا فعلا ان انا وصلت للمستوى دون. فكان بعد كان الاختبار بعدها ب3 شهور ان انا اعدي المستوى الخامس والرابع في نفس الوقت، يعني انا كنت رايح المستوى الرابع على طول اعديه.
فضلت بقى اذاكر وبجمع في خلال 3 شهور دول، والحمد لله رحت الاختبار والحمد لله نجحت، ونجحت الحمد لله بتقدير ممتاز الحمد لله. وده كانت زي ما كن انا طبعا ما قلت لهمش، بس ده زي ما كن رد شرف ليا قدام نفسي وقدام زوجي وقدام اهلي واهله كده طبعا. يعني بعد كده بقى يعني بقيت ان انا حصل ظروف ان انا انشغلت في ان انا اتعلم اكمل اتعلم اللغه، بس اتعلمت بقى ان انا بتعلم من اللي حواليا. يعني دلوقتي مثلا وقت بخرج بتعامل مع الناس، الناس بتتعامل معايا. والسؤال اللي سأل كتير ان هو زوجي بيعرف عربي ولا لا، تعمل نسأل السؤال ده وين ني عربي اجوا انا سمسكا يابري سونو كويشن ما تاكسان そのクエスチョン、うん、とね、いろんな人からね、同じ話を聞かれるけどね、うん、アラビア語をね、話せない。本当？全然？全然じゃないけど、まあ少しね、うん、少し喋れるね。あのエジプトにいた時にちょっと覚えたりとかしたけどさ、うん、まあ例えばアローとかシュクランとか。بسم الله تبارك الله. هو بيقول ان هو ما بيعرفش يتكلم عربي، او لما حد بيساله ما بيعرفش يتكلم عربي، بس هو بيعرف شويه كلمات. يعني مثلا لما هو كان في مصر او قعد في مصر شويه، عرف شويه كلمات زي الو الو تو الو تو بسم الله بسم الله شكرا تو ما تا موز تو كا موز تا كوزا تو كا اساب تو كا ما هاي مونو باكاري داكيدو سا うん、多分好きね。うん、でまあエジプトに行った時にね、まあガイドブックがあるからそういうのいっぱい見たりしてて、まあこんなこれね、うん、こっちかな、こっちか、うん、これね、アナやバーニーとかね、うん、で、كتاب اشترى قبل ما اروح مصر بيبقى فيه حاجات عن مصر وكلمات كتير بتعرفهم。あ、うん、ね、うん、開かない。ただこっちかな。こっちもね、うん、こんなやつ、まあ、うん、食べ物ばっかりだけどさ、うん、ね、うん、カバーとかコフタとか、うん、そういうのは覚えたね。うん。يعني هو بيعرف شوية كلمات بس مش بيعرف يتكلم أو عربي يعني حاجات بسيطة كده.بس بيفهم شوية بعض الكلمات العربية، يعني مثلا ممكن يسمع حاجات يبقى فاهمها على قد كده. وهو ده نهاية الفيديو أو نهاية السؤال، معلش طولت عليكم قوي، بس كنت حابة أشارككم في اللي حصل. وإن شاء الله مستنية منكم أسئلة كتير، ونعمل إن شاء الله فيديوهات للأسئلة اللي أنتم عايزينها، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. وشكرا للمشاهدة.皆さん見てくれてありがとうございます。またねー。